أكبر. قصف بالطيران الحربي الروسي على مدينة اللطام ليبريف حما. قصف بالطيران الحربي الروسي على مدينة اللطام ليبريف حما الشمالي، والدخان يتصاعد. 18/11/2015 الطيران الحربي الروسي يقصف مدينة اللطام ليبريف حما. قصف بالطيران الحربي الروسي على مدينة اللطام ليبريف حما الشمالي، والدخان يتصاعد. 18/11/2015 ولا يزال الدب الروسي في الأجواء. ولا يزال الدب الروسي في الأجواء.